أهلا بكم. مع تصاعد خسائر الاحتلال في ميدان القتال في غزة، تتوسع دائرة المطالبين في الكيان بإنهاء الحرب، ليس حرصا على فلسطين بل خوفا على انهيار إسرائيل، بحسب القائد الأسبق لفرقة غزة في جيش الاحتلال الجنرال جادي شماني، الذي يقول إن بقاء نتنياهو من دون إنهاء الحرب قد يؤدي إلى انهيار استراتيجي. وفي واشنطن التي تمارس حرصها المفرط على تفوق إسرائيل العسكري وخروجها من القانون الدولي والإنساني، تستقبل عددا من قادة الاحتلال وسط تصاعد الانتقادات بين إدارة بايدن المحاصرة بتراجع شعبية الرئيس العاجز والمنهك ونتنياهو المسكون بالخوف على مصيره المشؤوم. مشاهدينا الكرام، نناقش هذه التطورات الميدانية والسياسية. هنا ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب في الشؤون الدولية السيد محمد حسن السويدان، أهلا وسهلا بكم. ومن رام الله مدير مركز المسار للدراسات نهاد أبو الغوش، ومن واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان، أهلا وسهلا بكم جميعا. وأبدأ مع ضيفي الدكتور محمد حسن السويدان في استوديوهات الميادين. سنبدأ بالحديث دكتور عن الجانب السياسي كونه من ثمار الميدان بكل تأكيد على كافة الجبهات. أبدأ معك من الصداع الأمريكي المتصاعد والذي تكشفه بيانات وتصريحات وتسريبات حتى إعلامية غربية. الجميع ينتظر موقفا أمريكيا واضحا، هل بدأ يتضح برأيكم ليرسم ملامح المرحلة المقبلة؟ بتقديري الموقف الأمريكي هو واضح منذ فترة طويلة، وهو تعبير عن الفشل الإسرائيلي بتحقيق الأهداف العسكرية في قطاع غزة. الأمريكيون منذ اليوم الأول للحرب نصحوا الإسرائيليين بمجموعة نصائح. النصيحة الأولى كانت من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي توجه إلى قادة العدو بالقول حماس هي فكرة لا يمكن تدمير الفكرة، فلتتراجعوا عن الأهداف التي أعلنتموها ولتضعوا أهداف أكثر واقعية. أصر الإسرائيليين على تفادي على عدم سماع النصائح الأمريكية والاستكمال بالخطط الإسرائيلية داخل قطاع غزة. بعد مرور أكثر من 8 أشهر ظهر الفشل الإسرائيلي وارتفع الصوت الأمريكي ليعود ويذكر نفس النصائح ولكن بصوت أعلى. اليوم نسمع بالتصريحات الأمريكية مواقف أكثر وضوحا. على سبيل المثال يقول ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، على إسرائيل أن تخرج من الصراع اللامتناهي في غزة. هناك شكوك أمريكية واضحة، عدم قناعة أمريكية واضحة بعدم قدرة إسرائيل على تحقيق أهداف غير واقعية في القطاع. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث عن دخول إسرائيل في دوامة من العنف داخل قطاع غزة، بمعنى أنه ليس هناك حل. حتى الجيش الإسرائيلي اليوم بدأنا نرى مجموعة تناقضات بينه وبين السلطة السياسية. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم رسميا عدم قدرته على تحقيق الهدفين الرئيسيين للحرب، عدم تحقيق هدف تدمير حماس. وقال اليوم الجيش ما قاله لويد أوستن في تشرين الأول الماضي، أن حماس هي فكرة لا يمكن تدمير الفكرة. وأيضا قال الجيش الإسرائيلي لا يمكن تحرير الأسرى بالوسائل العسكرية. لذلك سوف نرى الصوت الأمريكي يرتفع أكثر كلما انغمست إسرائيل في مستنقع غزة بشكل أكبر. الصوت والفعل أم ستبقى أسيرة يعني دائما أقوال ونستمع لتصريحات؟ وقلت بأن المواقف الأمريكية تبدو أكثر وضوحا مع مرور الأيام ومع هذه التطورات، لماذا لا نرى فعلا؟ هي أصوات تعبر عن رغبة فعلية بوقف الحرب لكي لا تذهب إسرائيل نحو هزيمة استراتيجية. مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية أنها تريد الضغط على نتنياهو دون التأثير على كيان العدو الإسرائيلي. بمعنى لو أرادت واشنطن اليوم إيقاف الحرب لأعلنت فقط وقف المساعدات العسكرية لكيان العدو وتقف الحرب، ولكن خوف الأمريكيين أن هكذا قرار يؤذي كيان العدو الإسرائيلي وليس فقط نتنياهو. وهذه هي المعضلة الأمريكية، تلعب أمريكا بين حدين، بين الضغط على نتنياهو دون التأثير على كيان العدو الإسرائيلي. وهنا نرى الهامش العمل الأمريكي محدود، لذلك قدرات أمريكا على الضغط على نتنياهو لا تؤدي حتى اللحظة النتيجة المرغوبة أمريكيا والتي يراها الأمريكيون في مصلحة إسرائيل. نعم. سيد نهاد أبو غوش، أرحب بك مدير مركز المسار للدراسات من رام الله. الإسرائيليون يعني يتلقون الهزائم والخسائر الميدانية والاستراتيجية، ويبدو وكأنهم ينتظرون يعني ضوءا أخضر أو ربما نصيحة للمرحلة المقبلة، سواء بالاستمرار بالعدوان طبعا من الأمريكيين، سواء بالاستمرار بالعدوان بغزة أو إيقافه، ناهيك عن صداع الشمال أيضا وهو الجرح المفتوح لإسرائيل واستنزاف ما بعده استنزاف. ماذا ينتظر الوفد الإسرائيلي في واشنطن أن يسمع من الأمريكيين
برأيكم؟ تحياتي لكم، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة طبعا معروف أنه هذا الوفد تغير كل جدول زيارته، والإدارة الأمريكية نتيجة تصريحات نتنياهو يعني غضبت غضبا شديدا واستبدلت اللقاءات التي كان يعتزم الوفد القيام بها بلقاء محدود بين جيك سوليفان وتساحي هنجبي وكلاهما مستشار أمن قومي. لكن بلا شك يعني العلاقات بين المؤسسات وبين الإدارة الأمريكية وإسرائيل لا تقف عند حدود الخلاف الشخصي بين بايدن ونتنياهو، ثمة علاقات عميقة لا تتأثر بمن هو في الحكم، حتى لو كان هناك ضغينة ونفور ومشاحنات بين الرجلين، لكن العلاقات مؤسسة على قاعدة عميقة من المصالح المشتركة، وعلى دور وظيفي تلعبه إسرائيل في خدمة المصالح الأمريكية في العالم بشكل عام وليس فقط في المنطقة. ولذلك رأينا أن الولايات المتحدة هي شريكة في هذا الحرب منذ بدايتها، لم تكتفي فقط بدعم إسرائيل بالسلاح والمال وتحريك حاملات الطائرات والتغطية السياسية، بل شاركت عمليا يعني ورفضت موازنات ضخمة وفتحت مخازن السلاح ووفرت زفرا جويا على مدار الساعة. رغم كل ذلك تصرف نتنياهو بحالة من نكران الجميل كما يقول الإسرائيليون أنفسهم وكما يقول الأمريكيون، وأصر على تصفية حساباته الشخصية مع الإدارة الديمقراطية، ووجه هذه الطعنة كما أسموها أو الضرب تحت الحزام في فترة انتخابات بلومه الإدارة بأنها لا تزود إسرائيل بالسلاح، وكأن كل هذا السلاح الذي زودته الإدارة الأمريكية لإسرائيل وانهمر مئات ألاف الأطنان على قطاع غزة، غزة فيها 40 مليون طن من الأنقاض الآن، وما لا يقل عن 100,000 طن من المتفجرات والمواد التي سممت بيئة غزة وأجواءها وتربتها ومياهها وقتلت عشرات ألاف الفلسطينيين. كل هذا لم يكن كافيا، نتنياهو أظهر حنقا وغضبا شديدا على تعليق شحنة واحدة يعني لا تعدل 1/1000 من كمية السلاح الأمريكي التي دخلت إلى إسرائيل. طبعا طوال هذه الفترة الإدارة الأمريكية اختلفت مع نتنياهو في عدد كبير جدا من القضايا، يعني لم يعد بالإمكان حصرها سواء في طريقة إدارة الحرب أو في مستقبل غزة بعد الحرب أو في الموقف من السلطة الفلسطينية وحل الدولتين. لكن طوال هذه الفترة كان الموقف الأمريكي أقرب إلى النصائح والملاحظات التصويبية، هم يعني يزعجهم أن تخطئ إسرائيل فتسيء لنفسها ولمكانتها وحتى لقدراتها العسكرية والأمنية، لا يعجبهم طريقة انقياد نتنياهو للثنائي بن غفير وسموتريتش، ولذلك هم يظهرون ملاحظات تكاد تتطابق مع ملاحظات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وبعض أطراف المعارضة مثل بيني جانس ويائر لبيد. لكن نتنياهو لم يكن يستمع على الإطلاق وأصر على توجيه هذه الضربة التي أغضبت الولايات المتحدة. أنا تقديري أن الوفد سيجري محادثات ولو كانت يعني جزئية، طبعا معروف أن هذه المحادثات ستركز على ما أسموه التهديد الإيراني والتوتر على الجبهة الشمالية. هنا أريد أن أشير بعجالة إلى أن التقديرات الإسرائيلية العسكرية أن حربا مفتوحة في لبنان من الصعب اتخاذ قرار إسرائيلي منفرد بها إلا بشرطين هما ضوء أخضر أمريكي، وهذا من الصعب توفره الآن بسبب موسم الانتخابات، والشرط الثاني هو سحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والذي بدوره سيشكل حالة من الفشل. لكن برز اتجاه جديد خلال هذين اليومين وهو بالدفاع من نتنياهو وولاة المتطرفين أن التصعيد بحد ذاته قد يضطر الإدارة الأمريكية إلى التدخل وتوفير شحنات السلاح، وبالتالي اللحاق بإسرائيل وحمايتها وتوفير الدعم المطلوب لها. بالتالي هو يريد أن يلبس الإدارة الأمريكية والغرب بشكل عام موقفا عدوانيا هو يعد له. لكن طبعا تبقى المشكلة بأن جيشه منهك مستنزف، حالته المعنوية ضعيفة جدا، الجبهة الداخلية الإسرائيلية غير مهيئة لحرب مفتوحة، لا يملك سوى تهديد لبنان البلد والشعب والمجتمع وليس فقط المقاومة الإسلامية في لبنان. ولذلك كل التقديرات أنه إذا بدأ هذا التصعيد لن يستحكم لا في سياقه ولا في نتائجه على الإطلاق.
نعم زميل منذر سليمان مدير مكتبنا في واشنطن، نرحب بك. وفد إسرائيلي في واشنطن إذن ينتظر سماع ربما نصيحة أو توجيهات أو حتى موقف أمريكي بخصوص ما يجري وقد يجري في قادم الأيام. هل لدى واشنطن وضوحا؟ هل لديها أيضا خارطة طريق أو ما يمكن أن تقدمه من حلول سحرية بخصوص يعني تحقيق الأهداف المعلنة في غزة وأيضا إيجاد حلول للجبهة الشمالية التي تشغل الجميع حاليا؟ في الواقع الطرفان الإسرائيلي والأمريكي في حالة أزمة، يعني في مأزق. يعني لن أكرر الأمور التي أتفق معها مع الضيفين الكريمين وما تفضلا به، فقط سأحاول أن أضيف أن أساس المعضلة في الموقف الأمريكي أن المقاربات الأمريكية تنطلق من مقاربات خاطئة في الأساس مشابهة لمقاربات الإسرائيلية التي انطلقت من اعتبار ما جرى في طوفان الأقصى أنه عملية إرهابية. يعني بمعنى تجد أنك دائما في التصريحات الأمريكية حتى في النصائح يقولون لهم لا تكرروا أخطاءنا في العراق وفي أفغانستان. طيب على السطح تبدو القصة وكأنها نصيحة يعني مبررة ومنطقية، ولكن في الواقع المسألة لا تشبه فلسطين، قضية فلسطين لا تشبه أفغانستان ولا تشبه العراق نهائيا. هناك احتلال يجثم استيطاني على صدر الشعب الفلسطيني لأكثر من 75 عام، وكل خاصة فيما يتعلق في غزة لا نود، لأنه كل من يتابعنا والمشاركين يعرفون هذه التفاصيل، بأنه كل عدة سنوات تحاول يعني يحاول الكيان الإسرائيلي أن يهزم المقاومة ويهزم نهج المقاومة ويعني يدبر حربا تدميرية. والحرب الأخيرة هي ربما ذروة حرب التدمير والتهجير التي ينطلق منها، خاصة في ظل وجود هذه طبيعة هذه الحكومة المتطرفة التي ينتقدها الأمريكي. إذن عندما تكون مقاربتك للأمر وأنك تضطر يعني مقاربة خاطئة وتضطر للقول بأنك فقط كخطاب بأنه لا نزال نجد أن حل الدولتين ضروري، وعندما يتم الإشارة إلى حل الدولتين يعني دائما يقول بما يضمن أمن إسرائيل أولا وتحسين الوضع الاقتصادي المعيشي الإنساني للشعب الفلسطيني، يعني دون الحديث عن كيان وطني نهائيا بالرغم كل التنازلات التي قدمت والتسويات التي جرت. إذن التقاطع المشكلة رغم كل التوتر الذي يجري بين نتنياهو وبايدن، وهو توتر حقيقي إن كان على المستوى الشخصي أو غيره. وعلى فكرة أن يفتعل نتنياهو خلافا مع الإدارة الأمريكية حول موضوع صفقة أسلحة، نعم، أصلا هي صفقة واحدة تم تجميدها وليس إلغائها، نعم، حول الأسلحة قنابل ضخمة، يبقي أن الاتفاق المشترك القضاء على المقاومة هو هدف مشترك للطرفين، والقضاء على المقاومة في لبنان يبقى هدف مشترك للطرفين. السؤال أنه هل أن التكتيكات والاستراتيجيات التي اتبعت والمقاربات الإسرائيلية حتى الآن وفشلها يعني هي قد يمكن أن تتكرر في الساحة اللبنانية وبطريقة أعمق، بمعنى أنه مقاربة الجيش الإسرائيلي مقاربة أنه يفترض نفسه ويجري مناورات حتى في قبرص وغيرها، ولكنه يجري مناورات على أساس مواجهة قوة نظامية، يعني لا يزال هذا الجيش يتصرف، والدليل على ذلك فشلوا في غزة، نعم، كان في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب وفي رفح حتى الآن. حتى في لبنان لا يوجد يعني هذه الحرب استمرت للآن في جبهة الإسناد اللبنانية لمدة 9 أشهر، نعم، ولم يعني نجد تقديرات حتى ادعاءات إسرائيلية تقول بأنهم استطاعوا تصفية 10% 15% 20% من ترسانة حزب الله. إذن على ماذا يستندون بأنهم يمكن أن يعني يقدموا على عمل عسكري واسع في لبنان؟ أنا في تقديري
يعني يجب ألا نخرج من الحسابات أنها مسألة يمكن أن تجري، بمعنى رغم كل يعني العقل والمنطق يقول والتفكير العقلاني يقول بأنه هذا انتحار إضافي وعلى الولايات المتحدة أن توقفه، ولكن إذا كان هذا الثور الهائج المجروح لا تستطيع الولايات المتحدة أو إدارة بايدن إيقافه، قد تترك أنه يعني يثخن بجراحه أكثر لكي تستطيع احتواءه واحتواء الموقف. قد يكون هذا الجانب هو جانب ما يدور في خلد القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، بأنه نحن نحتاج إلى شيء ما في لبنان مع لجبهة الاستناد مواجهتها لكي نستطيع أن نحقق شيئا. ما هو طبيعته؟ قد يكون يعني هجوم تدميري يعني واسع، ولكن ليس بقصد الاجتياح. نعم. البري وغيره. سنتحدث طبعا في هذه النقطة. قد يكون أحد الخيارات المطروحة. نعم. ممكنة خاصة. ولا يجب يعني أن لا تخرج، لا يجب أن لا تكون في نطاق الحسابات، رغم كل يعني طبيعة المواجهة الواضحة بأنه الذي يفشل في غزة وفي رفح هو سيفشل فشلا ذريعا في لبنان. بكل تأكيد، يعني كل هذه التطورات هي التي تؤثر وتغير يعني وتعطي القناعات بالنسبة للأمريكي بأن المسار سيكون مختلفا. دكتور سويدان، عندما يقول بيت الأبيض أن تصريحات نتنياهو مخيبة للآمال ومزعجة للولايات المتحدة، وطبعا نتحدث بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، ويقول تصريحاته غير صحيحة، ما الذي يوصل الطرفين لهذه الحافة من العلاقات، وماذا يمكن وصف المرحلة الحالية بينهما؟ بداية، هو مسار تراكمي منذ بداية الحرب حتى اليوم. الاختلاف ليس حول الهدف. هناك اجتماع أمريكي إسرائيلي حول ضرورة القضاء على المقاومة الفلسطينية، حول ضرورة القضاء على المقاومة في لبنان، على ضرورة القضاء على حركات المقاومة في المنطقة. هذا هدف مشترك. الاختلاف الأمريكي الإسرائيلي حول التكتيكات المتبعة في سبيل تحقيق هذه الأهداف. اعتبر الإسرائيليون أنهم يستطيعون تحقيق هذا الهدف بالأدوات العسكرية الصلبة. الأمريكيون كان لديهم وجهة نظر مختلفة بناء على تجربتهم السابقة مع هذه الحركات، مع حركات المقاومة في المنطقة، أن لا يجب أن يكون هناك مسار من العمل العسكري وأيضا مسار من العمل السياسي. وأنا أعتقد أن الحل الأمثل للأمريكيين هو تطبيق سيناريو فيتنام، بمعنى عندما انسحب الأمريكيون من فيتنام بعد الهزيمة العسكرية التي منيوا بها هناك، عملوا لسنوات طوال بالأدوات الناعمة، غيروا المجتمع الفيتنامي. اليوم الفيتنام من الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية في آسيا. يريد الأمريكيون تطبيق نموذج مماثل في فلسطين في قطاع غزة من خلال إدخال الأدوات الناعمة إلى داخل هذا القطاع، إلى داخل فلسطين مع الفلسطينيين، بحيث يقلبون الرأي العام، يبعدونهم عن مسار المقاومة، وتصبح هذه المنطقة كلها في يد الأمريكيين. هذا سيناريو الأمثل للأمريكيين. أما للإسرائيليين فهم ما زالوا مقتنعون أن لا، الأدوات العسكرية هي الأدوات التي يستطيعون بها تحقيق هذه الأهداف. هذا الاختلاف حول التكتيكات مع الفشل الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، مع التبعات هذا الفشل، علينا أن ننسى بالنسبة للعالم أو للغرب، ما قبل هذه الحرب كانت تسمى إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. اليوم بالنسبة للرأي العام العالمي، إسرائيل من الكيانات الإرهابية الأولى في العالم والمشرذمة والضعيفة. صحيح. وبالتالي هذا ما ساهم بعزلتها الدولية، وهذا يضر بالمصالح الأمريكية. قرار نتنياهو بالاستمرار بالحرب يؤذي مسار التطبيع الذي يريده الأمريكيون في المنطقة، يؤذي مسار دمج إسرائيل في المنطقة بما يتناسب مع المصلحة الأمريكية. استمرار نتنياهو في الحرب يقلل من قيمة كيان العدو الاقتصادية في المنطقة، من رغبة الدول في التعاون مع هذا الكيان للاستثمار فيه لكي يكون جزء من المرات الاقتصادية. وبالتالي استمرار نتنياهو في الحرب يؤذي الرؤية الأمريكية الاستراتيجية طويلة المدى. هذا الاختلاف، تبعات قرارات نتنياهو في قطاع غزة، تبعات قرارات نتنياهو في هذه الحرب، يؤذي المصالح الأمريكية طويلة المدى. تراكمت هذه الاختلاف مع مرور الوقت، ما عززها هو الفشل الإسرائيلي في قطاع غزة، صمود المقاومة، ثبات جبهات الإسناد، تحول اليمن إلى ورقة أساسية في المنطقة، جبهة
المقاومة من لبنان التي أثبتت فعاليتها اليوم يكاد يكون لا يوجد أي مسؤول أمريكي لا يتناول موضوع جبهة لبنان، من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية إلى الرئيس الأمريكي إلى مستشار الأمن القومي متحدث باسم البيت الأبيض، كل الشخصيات الأمريكية الرئيسية تتحدث اليوم عن جبهة لبنان، والكل مجمع على رواية لكي تتوقف هذه الجبهة يجب أن تتوقف الحرب في قطاع غزة. هذه الاختلافات الجوهرية بين الطرفين، بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، تراكمت على مرور الأشهر الماضية حتى وصلنا للمرحلة الحالية. ما يريده نتنياهو اليوم، ما يحاول أن يعمل عليه، هو الاستثمار في الانتخابات الأمريكية. الفيديو الذي صوره نتنياهو حيث ادعى أن الأمريكيون أوقفوا حزمات مساعدات عسكرية قادمة إلى إسرائيل، يريد فيها تحفيز المجتمع الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة، اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية ضد إدارة بايدن. وهي طبعا هو يدرك تماما أن هذه المرحلة انتخابيا جدا مهمة، قريبا هناك المناظرة الأولى بين بايدن وترامب، يريد الاستثمار في هذه المرحلة في سبيل ضر بايدن بسبب هذه التراكمات خلال الفترة الماضية. نعم، وفي هذه النقطة سأسأل السيد نهاد أبو غوش. سيد نهاد، يعني واضح أن نتنياهو يستفز الأمريكيين بشكل متعمد ويقصد ما يفعله، وله مآرب من ذلك، لا يختلف يعني اثنان على ذلك. ما الذي يريده بالضبط؟ هل يسعى إلى المماطلة مثلا فعلا كما قال ضيفنا إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية والتأثير فعلا في مسألة الانتخابات برأيكم وفق طريقة تفكيره طبعا للمشهد؟ هل يمكن أن يعطيه مثلا حسب تفكيره ترامب ما لم يعطيه له بايدن؟ يعني دعنا إذا سمحت لي نتذكر أن الرئيس ترامب أعطى نتنياهو ما لم يعطه أي رئيس أمريكي آخر على امتداد تاريخ الصراع منذ عهد هاري ترومان، ومرورا بحوالي أعتقد 13 رئيسا تعاقبوا، بعضهم يعني كان يشغل ولايتين مثل كلينتون وأوباما وغيرهم وريغان. فالرئيس ترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نقل السفارة لإسرائيل، اعتبر الاستيطان أنها لم تعد عقبة أمام السلام، وأيضا أقر بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وطبعا صفقة القرن كانت تعني شطب الموضوع الفلسطيني واعتباره مجرد شأن تفصيلي ثانوي من اهتمامات إسرائيل الداخلية، أي باعتباره مشكلة ديمغرافية أحيانا، مشكلة إرهابية أحيانا أخرى، لكنه ليس مشكلة شعب آخر يعيش على نفس الأرض، وبالتالي لا بد من عملية سياسية لحلها. ولذلك تبنت إدارة ترامب في ذلك الوقت، وهذا للأسف الأمر الذي مر على بعض الأطراف العربية، منطقا يقول التطبيع أولا ثم حل القضية الفلسطينية، لا نعلم متى، ربما بعد إنجاز عملية التطبيع، وإلى أن يشاء الله تحل القضية الفلسطينية. هذا الرئيس ترامب هو يعني تبنى رأي اليمين الإسرائيلي. بايدن على الرغم من كل دعمه لإسرائيل إلا أنه يعني في قضايا خلافية مهمة وليست يعني هينة، أبرزها ما أدخله الرئيس ترامب على مشروع القرار في الأمم المتحدة. هناك نقطتان لا يوافق عليهما نتنياهو، ولا يمكن أن يوافق عليهما، بل بالعكس سيسعى إلى إحباطهما وإجهاضهما، خصوصا أن المقترح الأمريكي الأخير بشأن الصفقة يعطي الفلسطينيين آمالا بعيدة المنال، بينما يعطي الإسرائيليين فوائد ملموسة وعملية. نعم. فمثلا الفلسطينيين أخذوا فكرة حل الدولتين، فكرة بمعنى أنها ستأتي نتيجة للتفاوض وليس نتيجة يعني لتجسيد حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني. المسألة الثانية هي الإشارة إلى عودة السلطة الواحدة، السلطة الفلسطينية الواحدة، سواء كانت متجددة غير متجددة، قالوا في نهاية المطاف ستكون سلطة فلسطينية واحدة في الضفة وغزة، وهذا ما يرفضه نتنياهو الذي قال مرارا وتكرارا لا يريد لا حماستان ولا فتحستان. لكن تبقى هذه الوعود للفلسطينيين وعود وهمية خيالية نظرية مستقبلية، بينما ما يريد بايدن وإدارته إعطاءه لإسرائيل هي مسائل ملموسة، وهي الانتصار على المقاومة الفلسطينية واستعادة المخطوفين وتكريس الحل العسكري كحل للقضية الفلسطينية. لذلك نتنياهو والإدارة اليمين المتطرف في إسرائيل فعلا يفضلون ترامب، وربما كان من الصعب عليهم الإفصاح عن ذلك بكل صراحة، لكن كلما اقترب موعد الانتخابات ها هم يفتعلون مشكلات مع هذه الإدارة
وكان ما جرى بالأمس بالمناسبة في خطاب نتنياهو أشبه بدعاية انتخابية أو إسهام في الدعاية الانتخابية للحزب الجمهوري. بنفس الوقت الذي أدلى به نتنياهو بهذا الخطاب كان زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أعتقد اسمه ميتش ماكلين، يدلي بخطاب مطابق في التوقيت وفي المضمون، بأنه لا يجوز حرمان إسرائيل من الأسلحة لأن هذا سيضعف قدرتها على أداء مهمتها. نفس التصريح نفس المنطق، وبالتالي يعني يمكن اعتبار أن هذه الضربة التي وجهها لنتنياهو لبايدن كانت في أزمة انتخابات وخدمت الدعاية الانتخابية للحزب الجمهوري. طبعا الآن كلما اقترب موعد الانتخابات كلما ضعفت قدرة بايدن وإدارته على الضغط على إسرائيل. كان بإمكانه أن يمارس ضغطا جديا لو أراد في بداية الحرب 9 أشهر من الانحياز المطلق والتبني الأعمى لكل ما تطرحه إسرائيل، بما في ذلك يعني ادعاء أن إسرائيل وافقت على الاقتراح الأخير وهي لم توافق ولم تعلن ولا يمكن أن تعلن، ولوم المقاومة طوال الوقت أن الموضوع بات على طاولة حماس وأن على حماس أن توافق وما إلى ذلك، مع أنهم كرروا هذه الأكذوبة في شهر أيار الماضي، فوافقت حماس ولم توافق إسرائيل ولم ينبسوا ببنت شبه في ذلك صحيح. الوقت. فإذا الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل كان بالإمكان أن يكون فعالا ومؤثرا لو أن الإدارة لم تغدق كل هذا الدعم المجاني لإسرائيل ولم توفره مجانا ووضعت شروطا عملية صارمة على إسرائيل لكي تراعي القانون الدولي، لكي تراعي طريقة استخدام هذه الأسلحة، لكي تقبل المبادرات السياسية. يعني كان يمكن للإدارة الأمريكية أن تضع، ولكن سيد نيات كان واضح بأن الأهداف الإسرائيلية هي نفس الأهداف الأمريكية المعلنة منذ بداية الحرب، كانوا يعولون على مسألة العسكرية بشكل تام ميدانا. هنا أسأل يعني انطلاقا من هذه النقطة الزميل منذر، يعني واشنطن وإدارة بايدن تحديدا مهتمة بالانتخابات بلا شك، يعني لديها أولوية في هذا الموضوع، بحيث يعني تستطيع أو تحاول أن تكسب إسرائيل وتحميها حاليا واستراتيجيا وعلى المدى البعيد أيضا، وفي نفس الوقت أن ينقذ نفسه في الانتخابات، يعني تحقيق مكسب على الأقل. هل الإدارة الأمريكية الآن مجبرة على ليس فقط الترويج لخارطة الطريق كما سموها خطاب بايدن حول الحل، هل هي مجبرة على فرضه ما قبل الانتخابات؟ هل هي قادرة على ذلك؟ هي تتمنى أن يتم ذلك يعني غدا لو أمكن، ولكنها تدرك أنها أيضا مسألة صعبة، لأنه أحد أشكال المراهنة إدارة بايدن كانت على أنه المعارضة داخل الحكومة، حكومة نتنياهو، بالإضافة إلى التحرك الشعبي الإسرائيلي والمعارضة الخارجية، ستكون بمثابة، بدون أن يكون هناك تحريك أمريكي لها، أنها تتقاطع وتفرض نوع من الضوابط التي ستساعد، وخاصة فيما يتعلق في موضوع الأسرى وموضوع أيضا الخسائر التي يمنى بها الجيش الإسرائيلي، بمعنى أنه العديد من القادة العسكريين المتقاعدين وتربطهم علاقات مع الولايات المتحدة أو حتى القائمين حاليا ينظرون بواقعية إلى أن مسألة تحقيق النصر المطلق مسألة غير واردة. ولكن هامش المناورة الذي ترك لنتنياهو كبير جدا في تقديري، وحتى ليجرؤ نتنياهو مؤخرا، وأنا أتفق مع هذا التوصيف أنه يعني كأنه يخوض حملة انتخابية، يعني فيديو انتخابي للحزب الجمهوري، عندما يعني وحتى وضع بعد الانتقاد الذي وجه له مارس أيضا شيئا مماثلا عندما وضع نفسه بمثابة الضحية، يعني هو ذكر أنا مستعد لتحمل هجمات شخصية شرط أن تتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة السلاح الذي تحتاج إليه في حرب تخوضها من أجل وجودها. يعني لاحظ أنه هو مسكين، يعني هو ينتقد بالداخل الأمريكي أو ينتقد، مع أنه الولايات المتحدة حتى الآن وحتى المسؤولين الأمريكيين يعاملونه بقفاز يعني ناعم، يعني حتى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ شومر الذي انتقده بخطاب شهير ودعا إلى انتخابات مبكرة، وهذا كان ربما أحد استراتيجية الحزب الديمقراطي في أمريكا
بأن تدفع الأمور بهذا الاتجاه لكي يتم التوصل إلى اتفاق. لا يزال هذا بعيد المنال، ولكن الإدارة الأمريكية لا يوجد لديها خيارات أخرى سوى التحذير من الحرب الواسعة التي إذا استطاعت أن توقفها، وفي نفس الوقت محاولة التوصل إلى اتفاق، وكانت يعني جاهدة ولا تزال على الأقل أن تحصل لمدة 6 أسابيع، وبعدها يمكن خلال 6 أسابيع يمكن أن تخلق الظروف يعني والمناخات تكون مؤاتية إلى تمديد هذه الهدنة. يعني هي تنظر إليها هدنة ولا تنظر إليها إلى وقف شامل تام لإطلاق. زميل منذر، هل يمكن أن تكون يعني استراتيجية الولايات المتحدة حاليا يعني محاولة إعطاء إسرائيل أقصى مدى للوقت ومن ثم يعني نذهب إلى تنفيذ الاتفاق مثلا؟ بالتأكيد أحد المؤشرات كان على نفاذ صبر هذه الإدارة ما جرى في الأمم المتحدة. يعني حتى قرار الأمم المتحدة رغم أنه قرار يعني اعترضت عليه روسيا ومن حقها كان الاعتراض، إلا أنه كان يشكل أيضا يعني سقفا. لنلاحظ حتى الاجتماعات التي تجري اليوم، هو صدر بعد الفيديو نتنياهو صدر تصريحات تقول بأنه تم تأجيل الاجتماع، تم إلغاء الاجتماع مع المسؤولين الإسرائيليين. اليوم تجري الاجتماعات، ولكن نحن حتى الآن في توقيت واشنطن ومر عليها حوالي 3-4 ساعات هذه الاجتماعات، ولم تصدر أي تصريحات أو تسريبات عنها. طبعا هذه اللقاءات هي لقاءات غير رسمية يقال عنها، بمعنى أنها تسبق اللقاءات الرسمية، بمعنى أنه هي محاولة ضبط ويعني حصر الخسائر التي جرت في الحرب الكلامية، وصفت أنها حرب كلامية تجري بين يعني الانتقادات الأمريكية والانتقادات نتنياهو. إذن سيتم محاولة، هناك اللجنة المشتركة الاستراتيجية، لجنة الحوار الاستراتيجي التي تجتمع وتناقش إن كان موضوع رفح وإن كان موضوع إيران، موضوع لبنان إلى آخره، سيكون هناك اجتماعات لاحقة لها وتتم حتى في الدائرة المغلقة، يعني ليس فقط بالحضور. ولكن الآن شخصيتان بارزتان، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية موجودان هنا، وبالتالي سيكون هناك نقاشات في البيت الأبيض ونقاشات مع الخارجية وربما في مع وزارة الدفاع، سيتم بحث كل هذه القضايا. الهدف الأمريكي لا يزال فعلا الأولوية عدم اتساع نطاق الحرب، وهذا سيكون أحد المفاتيح، بأنه لكي نضمن ونضبط ذلك لابد من أن نتوصل إلى اتفاق، وعلينا إحياء هذا الاتفاق وإيجاد مخرج لكيفية التوصل إلى الاتفاق المطروح على الطاولة. طبعا هذا المخرج ليس فقط لإسرائيل زميل منذر، هو مخرج أيضا للأمريكيين الذين أيضا متورطين بشكل كبير، أخذوا على عاتقهم جبهة اليمن. الآن سنناقش في هذه الجبهة، وبداية سنستمع إلى ما كشفه قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، أن العدوان الأمريكي البريطاني نفذ 24 غارة على اليمن هذا الأسبوع من دون أن يكون لها أي تأثير. السيد الحوثي أشار إلى أن الأمريكي في مأزق حقيقي وفشل ذريع في مواجهة ما يقوم به اليمن إسنادا لغزة. نستمع. الأمريكي في مأزق حقيقي وفي فشل ذريع وفي عجز عن منع هذه العمليات. ونقلت عن أحد الضباط قوله: لا أعتقد أن الناس يفهمون حقا مدى خطورة ما نقوم به ومدى تعرض السفن للتهديد. فهم يعترفون، تحدث بعضهم بالقول، يعني يعترفون بضراوة المعركة، بتطور القدرات اليمنية، أنها تتطور باستمرار، وهذا فعلا هو ما يحدث. التطوير للأسلحة والقدرات القتالية هو عمل مستمر، العدو يدركه ويتجاوز ما لديه من إمكانيات وتقنيات في الإعاقة والاعتراض أو في الاستهداف للعمليات والسعي لمنعها. كما كشف رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام في حوار خاص مع الميادين عن تأليف غرفة عمليات مشتركة لجبهات الإسناد. من غير المستبعد أن يكون هناك عمليات مشتركة، ونحن أعتقد اليوم
أن هناك غرفة عمليات مشتركة أساسا هي ترتب العمليات التي تأتي من العراق ومن لبنان. صحيح أن لكل محور من محور المقاومة ظروف وطبيعة تخصه وتقديرات خاصة به نتيجة لظروفه ووضعه وإمكاناته، لكن بالمجمل هناك ترتيب إما أن يكون مباشر كما حصل مع العراقيين أو غير مباشر ينسجم مع الروحية العامة التي يتحرك فيها المحور اليوم والذي بدأ يتشكل أكثر قوة أكثر صلابة. ونحن نعتقد المحور اليوم رغم كل التحديات هو في مرحلة أكثر تطورا أكثر وضوحا أكثر تشكلا. دكتور السويدان، إذن الجبهة اليمنية هي يعني تشكل الصداع الأكبر للأمريكيين تحديدا، يعني ربما لا يوجد نقاشات ما بين إسرائيل وأمريكا حول هذه الجبهة سوى يعني على النطاق الضيق الذي لم نستمع يعني إلى معطياته حتى اللحظة. ما الذي يقلق الأمريكيين، أو بسؤال آخر حاليا إلى أي درجة وصل هذا القلق والفشل الكبير كما قال المسؤولون اليمنيون بإزاء الجبهة اليمنية، وما الذي تبقى من خيارات بالنسبة لواشنطن للتعامل معها؟ بداية من الضروري أن نتطرق لأن الجبهة اليمنية الإسرائيليين يحذرون حول هذه الجبهة منذ سنوات ما قبل حرب طوفان الأقصى. هناك تقديرات إسرائيلية ترفع إلى الأمريكيين حول ماذا يمكن أن تقوم أن تفعل هذا الجبهة في حال كان هناك حرب في المنطقة. الإسرائيليين كانوا يدركون إلى خطورة هذه الجبهة، وهذا يفسر مسألة العدوان على اليمن. صحيح 100%. وبالتالي حتى الأمريكيون عندما جاءوا إلى المنطقة أراد الأمريكيون أن يقوموا بتحالف من مجموعة كبيرة من الدول، تحدثوا عن أكثر من 18 دولة أرادوا أن يكون جزء من دول المنطقة من ضمن هذا التحالف لاستهداف اليمن. وصلنا في نهاية المطاف إلى دولتين، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، هما اللتان تقومان بالضربات على اليمن اليوم. وهو فشل أمريكي بذاته، لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تشكل تحالف يستهدف اليمن في هذه الحرب. ثانيا، لاحظنا على اليمنيين خلال الأشهر الماضية أنهم ينتقلون من مرحلة إلى أخرى، حتى هددوا في نهاية المطاف أن يدخلوا في مرحلة البحر الأبيض المتوسط. مسار العمل اليمني مسار تراكمي متصاعد. حتى اللحظة فشل الأمريكيون ليس فقط في لجم الأداء اليمني في المرحلة الأولى، بل فشلوا أيضا في منعه من المضي في هذا المسار التراكمي المتصاعد. استطاع اليمنيون أن ينتقلوا من مرحلة إلى أخرى، من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، وصولا إلى التهديد حول البحر الأبيض المتوسط. وهذا بذاته نجاح يمني وبذاته فشل أمريكي. ماذا يستطيع الأمريكيون أن يفعلوا أكثر من الذي فعلوه؟ لا شيء. الأمريكيون حتى التقديرات الأمريكية لا تتحدث عن الكثير من الخيارات. هم يدركون أن أقصى ما يمكن أن يفعلوه هم يفعلوه اليوم. السبب الرئيسي أن الأمريكيين لا يريدون أن ينخرطوا مباشرة بحرب، يريدون أن تبقى ضرباتهم لليمن تحت مستوى الحرب. يسعون إلى تحقيق نتائج مرجوة عن طريق لجم الفعل اليمني، ولكن دون الوصول إلى نقطة تصعيد كبيرة تؤذي المصالح الأمريكية وتجعل واشنطن منخرطة في حرب في المنطقة. اليمنيون صامدون مصرون، وليس علينا أن نؤكد أن العمل اليمني ليس فقط ثابت، هو في مسار تصاعدي متراكم، وهذه نقطة جدا مهمة. انتقال اليمن من مرحلة إلى أخرى مع عدم قدرة واشنطن ليس فقط على منع ثبات الأداء اليمني، بل أيضا منعه من تحقيق هذا المسار التصاعدي، هو فشل استراتيجي أمريكي يبنى عليه في مراحل لاحقة. ومن الضروري الإشارة إلى أن الأداء اليمني خلال الفترة الماضية هناك دراسات أمريكية تتحدث عن الآثار الاقتصادية المباشرة على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الضربات اليمنية. في المراحل اللاحقة كان هناك الكثير من التقارير والدراسات التي تتحدث عن الأثر المباشر على كيان العدو الإسرائيلي. أما اليوم الأمريكيون يتحدثون عن الأثر المباشر على الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي بسبب ارتفاع كلفة الشحن. وهذا المعطى مهم اليوم بسبب قرب موعد الانتخابات الأمريكية. الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية هو أمر أساسي في الانتخابات. تأثير اليمن، تأثير ضربات اليمن المباشرة على الاقتصاد الأمريكي الذي تتحدث عنه الدراسات الأمريكية اليوم هو موضوع أساسي في الانتخابات، وبالتالي هو يؤذي إدارة بايدن. ستحاول البحث عن خيارات لإبعاد هذا التأثير، ولكن هي تدرك أن خياراتها محدودة. كل ما قامت به حتى اليوم لا يمكن أن تقوم بأكثر به، واليمنيون مصرون على الاستمرار
الاستمرار في الأعمال العسكرية. نعم سيد نهاد أبو غوش، إسرائيل يعني تظهر مكبلة أمام جمهورها وأمام العالم بشكل غير مسبوق، وتنقل حتى قلقها إلى واشنطن بخصوص مسيرات وصواريخ حزب الله الجبهة الشمالية المشتعلة، أيضا مكبلة إزاء الضغط والخنق الاقتصادي الذي يعني يتسبب به اليمن طبعا نصرة لغزة ولفلسطين. واضح أن الخيارات تضيق. كما ذكرت أمريكا شريكة، وأمريكا هي التي أخذت على عاتقها جبهة اليمن، هل تبقى لديها أي خيارات للتعاطي معها برأيكم؟ يعني دعنا نلتفت إلى تحولات نوعية تجري بالأسابيع الأخيرة، وربما تحديدا هذا الأمر بدأ مع شهر أيار مايو الماضي بكثافة العمليات التي نفذها حزب الله المقاومة الإسلامية في لبنان ضد إسرائيل، حيث أن العمل الذي جرى خلال شهر أيار كان ضعف إحصائيا، ضعف ما جرى خلال شهر نيسان الأسبق. في شهر 6 حصل تصعيد نوعي، يعني تقريبا اللغة السياسية الدارجة في إسرائيل واللغة الإعلامية تتحدث أن حزب الله تحول من عنصر إسنادي لغزة، من عنصر يشاغل ويحاول تخفيف الضغط عن غزة، إلى الخطر الأكبر الاستراتيجي الذي يهدد بالتحول إلى خطر وجودي. دائما في التقارير الأمنية السنوية التي تصدر عن مركز ديرتلية وعن عدد من مراكز الدراسات الاستراتيجية في إسرائيل يصفون حزب الله بأنه يمثل تهديدا مركزيا، لكن أن يكون هو التهديد الوجودي هذه لغة جديدة، كانوا يصفون إيران بهذا الوصف. أيضا هناك تصعيد نوعي في أداء اليمن. أداء اليمن كان في البداية مقتصرا على يعني التعرض للقطع الإسرائيلية والقطع التي تتعامل مع إسرائيل مباشرة من ممرات يعني الخليج، عدن، باب المندب، البحر الأحمر. وحتى هذا العمل لم يكن طبعا مرضيا ولا مقبولا من قبل الإدارة الأمريكية ولا بريطانيا ولا حتى من قبل أطراف إقليمية عديدة، فهاجموا اليمن. لكن الآن اليمن بكل جرأة وثقة يوسع عملياته لتشمل البحر المتوسط، وأعلن اليوم يعني أنه الشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال البحر المتوسط تضع نفسها في دائرة الاستهداف حتى بقطاعها التي لا تتوجه لإسرائيل. هذا التحول النوعي يهدد وينبئ إسرائيل بخطر، يعني هو كابوس في الحقيقة، اسمه الحرب المتعددة الجبهات. حرب متعددة الجبهات هذا كابوس يقود مضاجع إسرائيل طوال السنوات الماضية، وتجري له مناورات سنوية يسمونها عربات النار، أعتقد أحيانا ربما تأخذ أسماء أخرى، يجرون مناورات على أن إسرائيل تواجه حربا على عدة جبهات، وهم الآن يقولون أننا نواجه حربا مع اليمن ومع لبنان ومع غزة ومع تهديدات من العراق وتهديدات من إيران، بالإضافة إلى الجبهات الدبلوماسية والقضائية والاقتصادية أيضا المأزومة، واحتمال تفجر الوضع في الضفة لتشكل جبهة إضافية يعني في الخاطرة الإسرائيلية. لكل ذلك تبدو خيارات إسرائيل ملتبسة، غامضة، ضعيفة، متآكلة، لأن حربها على غزة أدت إلى استنزاف قدرات الجيش الإسرائيلي وإنهاكه وتكبدها خسائر فادحة، لم تستطع تحقيق انتصار على تشكيلات عسكرية محلية. لا نتحدث عن جيش للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ولا لحماس ولا لغير حماس، نتحدث عن تشكيلات مقاومة محلية محاصرة مخنوقة خاضعة لكل أشكال العقوبات، هي وشعبها وليست هي فقط، خاضعة للاحتلال برا وجحرا وبحرا وجوا وبكل الأشكال، وتعرضت لخمسة حروب قبل هذه الحرب، ومع ذلك تقوم بكل هذا الفعل الذي لم يكتفي بإيقاع خسائر باهظة في صفوف الإسرائيلي، بل كبده خسائر في أنماط من الأسلحة سيخسر من ورائها عشرات مليارات الدولارات. صحيح. خذ على سبيل المثال المركبة هذه التي يتباهى بها جيش الاحتلال، النمر، أو مركبة إيتان، أو دبابة المركفة، أو القبة الحديدية، كلها هذه بضاعة تبيعها إسرائيل بمليارات الدولارات، كلها أنها وبعض التبعات تجري لدول عربية كما نعلم. هذا كله دمر، تهشم، أصبحت هذه الأسلحة التي تباهي بها إسرائيل وتفخر بها يعني عرضة للهزيمة والانكسار من قبل قوات محلية تحارب بأبسط الوسائل وبعضها بأدوات محلية الصنع، وبالتالي تبددت هالة إسرائيل التكنولوجية والعسكرية،
وخياراتها الآن هي فقط بالدعم الأمريكي المطلق والمحدود. لكن هنا سؤال حقيقة ما زال يؤرق كثير من الإسرائيليين والأمريكيين حتى. إذا كان نتنياهو ينقاد إلى بن غفير وسموتريتش وهما من غلاة المتطرفين ويجر معه كل إسرائيل وراء هذين المهووسين المتطرفين اللذين يصفهما خصومهما بالمجنونين، فهل ينجح هؤلاء بجر الولايات المتحدة وجر العالم إلى المعركة التي يريدها بن غفير؟ أنا أعتقد أن هذا سؤال حساس ومحرج للإدارة الأمريكية، وهي التي وصفت بأن بهذه الحكومة بأنها الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، نعم. وأنها حكومة محافظة وحكومة متشددة، فهل تنجر إلى ما تريده هذه الحكومة بإشعال كل الجبهات، نعم. بهذه الطريقة، يعني ركضا وراء هلاوس وأفكار على كل حال معتقدات، نعم. يعني غريبة، هذا، نعم. الأمر يعني في ذمة الإدارة الأمريكية لتجيب عليه، ربما يعني يكون لديها بعض التعقل فتلزم إسرائيل فعلا بوقف الحرب في غزة. الطلب يعني الفلسطيني واللبناني واليمني، نعم. بسيط جدا، هو وقف الحرب في غزة، نعم. خصوصا أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مذابح ومجازر مروعة جعلته يصنف ويدرج ضمن قائمة العار، ولذلك لا يبدو هذا المطلب مبالغا به إلا لدى إسرائيل. على كل حال انجرت يعني سيد نهاد على الأقل يعني كما نشاهد الدعم العسكري في غزة وانجرت فعليا على اليمن. هنا سؤالي زميل منذر، واضح أن جبهة اليمن فاجأت الأمريكيين جدا بهذا الأداء القوي والمتدرج والمدروس حتى اللحظة كما نشاهد، ولكن أكثر من مسؤول يمني حاليا يتحدث عن محاولات أمريكية للضغط على السعودية بغية إشغال الجبهة اليمنية بأي طريقة، ربما عدوان كما تم يعني الحديث، خاصة أن أنصار الله أكدوا أن بايدن أوقف مسار المفاوضات بين صنعاء والرياض بعد طوفان الأقصى. برأيكم ما الخيارات التي بقيت لواشنطن، وهل خيار الضغط على السعودية مطروح لإشغال الجبهة اليمنية؟ يعني سيكون هذا أيضا خيار شبه خيار انتحاري مشابه لخيار نتنياهو الانتحاري، يعني في توسيع الحرب، لأنه يعني إذا كان الولايات المتحدة لديها 11 حاملة طائرات مع كل الأجهزة والمدمرات، يعني الفرقة القتالية التي ترافقها، الآن فقط 4 حاملات طائرات هي في الخدمة، يعني 3 منهم أيزنهاور التي كان يفترض أن تردع كل أطراف المقاومة، تردع المقاومة في لبنان وتردع أيضا أنصار الله في اليمن، هي لأسباب كثيرة لا تستطيع تشغيل، تبقي حوالي 3 إلى 4 حاملات طائرات مركزة، واحدة منهم في أمريكا اللاتينية وثلاثة تقريبا في يعني آسيا في الصين واليابان والآخرين. هي أيضا محرجة بأنها لا تستطيع الاستمرار في إبقاء أيزنهاور في الخدمة، يعني يجب تم تمديد فترتين على الأقل من فترة عملها، وتحتاج عادة إلى صيانة وإلى إعادة تدخير حاملات الطائرات. إذن القدرات الأمريكية نفسها قدرات محدودة، ويجري كان الحديث عن ناتو عربي إسرائيلي، لم يتم حتى هذا الحلف الازدهار أيضا تفكك ولم يقم، وبنفس الوقت عندما تكون عاجزة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عن حماية يعني الملاحة الدولية وحماية سفنيا، يعني كيف سيكون لدى السعوديين أي تفكير بعد حرب ذاقوها لمدة 8 سنوات مع أنصار الله ولم ينتصروا بها؟ بالتأكيد سيكون هذا عمل بعكس تيار محاولة تهدئة الأمور. ولكن علينا أن ننظر إلى مسألة في غاية الأهمية، أيضا الولايات المتحدة تدرس الأمر من الزاوية التي تتعلق بكيفية هندسة توازنات المنطقة، وطبعا عينها كان على ضرورة انخراط الكيان الإسرائيلي ولا تزال مع السعودية في وعملية التطبيع في حال وقفت الحرب، وهذا هو المنطق الإسرائيلي لنتنياهو الذي يحاول الغلبة فيه على الموقف الأمريكي أحيانا، يقول أنتم إذا وقفنا الحرب الآن وكل محور المقاومة هذا الذي تعزز خلال 9 أشهر يعني الماضية
وإيران تعززت وأصبحت قوة إقليمية أساسية لا بل دولية، يعني لديها أيضا تساند في فنزويلا، تساند في روسيا إلى آخره، وأيضا هي القاعدة المركزية الأساسية التي لديها أذرع هم في بتقديرهم ذلك. علينا مواجهة هذا الأمر وكيف مواجهته. لذلك هناك حرص على عدم تمكين محور المقاومة من تحقيق نصر واضح جلي، لأنه حتى أتباع الولايات المتحدة من الدول المنطقة، يعني الدول الخليجية وغيرها، سيكون لديها إعادة حسابات أيضا في كيفية علاقتها مع الولايات المتحدة، وهذا أمر يقلق الأمريكيين ولا يوجد حل له. يعني المقاومة ونموها في تحقيق مصالح الشعوب وأيضا يعني الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وفي تقرير مصيره، لن تستطيع لا الأساطيل ولا الولايات المتحدة ولا إرادتها في كبحه في أن يتم، وإرادات المقاومة المجتمعة في المنطقة ستتعزز وهي قابلة للتعزيز أكثر. أشكرك زميل منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، وأشكر السيد نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات، كنت معنا من رام الله، كما أشكر ضيفنا في استوديوهات الميادين الدكتور محمد حسن السويدان الكاتب في الشؤون الدولية. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.